الحقيقه معانا على التليفون الاستاذه مونيكا. وهي استاذه مونيكا حنا الحقيقه هي عضو الحمله المجتمعيه للرقابه على التراث والاثار. استاذه مونيكا مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. قولي لي يعني ما الذي يقلقك في سفر هذه ما الذي يقلقك في سفر 166 قطعة من الآثار خاصة بالحقبة بتاعة توت عنخ آمون؟ أول حاجة يا فندم إنه ما يقلقني إنه القيمة التأمينية للمعرض ضئيلة جدا دي نمرة واحد. كام يا فندم القيمة التأمينية؟ إحنا الحقيقة برضو ما فيش ما هو ده برضو إنه في تعتيم كامل عن العقد. احنا مش عارفين الدولة هتاخد كام في السبع سنين اللي القطعة. رئيس الوزير النهارده طلع في المصري اليوم وقال ان المعرض مش هيسافر خمس سنين هيسافر سبع سنين، يعني القطعة هترجع مصر 2024. لحد النهارده وزارة الآثار متكتمة على ثمن العقد. طيب احنا المفروض في دولة وشفافية يقولوا لنا وخزانة الدولة هتاخد كام من المعرض اللي هيلف كعب داير سبع سنين ده. نمرة واحد. نمرة اثنين، طب والقيمة التأمينية اللي على القطعة؟ أنا الحقيقة يعني اللي عرفته بشكل غير رسمي إنه القيمة التأمينية على بعض القطع، يعني في تابوت صغير اللي هو 24 سنتي ده لتوت عنخ آمون القيمة التأمينية تحته 5 مليون دولار. ف 5 مليون دولار ده حضرتك تمثال سخم قائل اتباع في سوتبيس في لندن اتباع ب 15 مليون جنيه استرليني. فلو حضرتك تقارني الفرق، وده تمثال دولة قديمة وده تابوت للملك توت عنخ آمون. طيب استاذه مونيكا دي مش المره الاولى اللي بيسافر فيها توت عنخ امون، يعني لماذا هذه المره في القلق ده؟ لانه الديتيلز كلها، اولا المعارض قبل كده كانت بتسافر ماكسيمم سنه وترجع دي نمره، فحتى كمان احنا كمصريين بنتحرم منهم سنه والحاجه كانت بترجع في النطح دي نمره. نمره اثنين انه احنا دلوقتي 2022 هنحتفل في مصر بمئويه اكتشاف مقبره توت عنخ امون. فازاي ما يبقاش عندي القطع كامله للمقبره؟ يعني لو انا هعمل ايفنت وهجيب عليه سياحه كتير جدا. طيب احنا استاذنك بس استاذه مونيكا خليكي معانا على التليفون، هناخد معانا لانه هذا الموضوع هام جدا دكتور زاهي حواس العالم الكبير. مساء الخير يا فندم. يعني الست اللي بتتكلم دي في الموضوع ده دي لسه خبرتها قليله جدا. اولا مقبره توت عنخ امون لو سالتيها تقول لها عثر فيها كم قطعه؟ 5398 قطعه. اللي سافر المعرض ده عباره عن 135 قطعه اساسيه و25 قطع فرعيه. القطعه دي كلها ما فيش فيها ولا قطعه واحده ماستر بيس اطلاقا. شوفي بقى المعارض دي، انا بعت توت عنخ امون قبل كده جاب لنا 140 مليون دولار. المعارض دي بتفيدنا بايه يا استاذ شفقي؟ اولا نمره واحد، لافتتاح دعايه اعلاميه غير عاديه. نمره اثنين، الدعايه السياحيه اللي بتجيب سواح هنا. نمره ثلاثه، كل مدينه العقد اللي كاتبينه معاهم وزاره الاثار هيجيلك حوالي من 10 ل 12 مليون دولار. انت في المتحف المصري كان عندك قناعه توت عنخ امون رممت الدقن غلط بوظتيها. الاثار في العالم كله بتسافر بتعمل لها تامين على اعلى مستوى، اللي بتعمل لها انشورنس على اعلى مستوى، الاثارين اللي بيسافروا بيستفادوا، البلد بتستفاد. دي مش اول مره مصر بتعمل معارض. انا فخور جدا وسعيد جدا وبقول دايما اللي ما يعملش معرض جبان، اللي يعمل معارض ده وطني بيحب بلده. طب استاذنك دكتور زاهي، يعني يمكن الاستاذه مونيكا ذكرت شيئين، قالت انه هي الاستاذه مونيكا عندها قلق من التامين اللي بقيمه 5 مليون على يعني نقول التمثال الصغير لتوت عنخ امون. هل حضرتك عندك معلومات بشان هذه القيم التامينيه فعلا؟ يا استاذه انت عارفه التامين المعرض ده انا لما لا هي بتقول على قطعه اعتقد، يعني انا سالت الدكتور خالد العناني اولموست التامين مليار جنيه على المعرض كله 880 مليون دولار. ما حصلتش في العالم كله ان في معرض بيتامن عليه هذا التامين. الاثار لما تسافر بتترمم والاثار بتعمل لنا دعايه لاعلى مستوى. مونيكا دي ايه خبرتها؟ هي عملت ايه في حياتها؟ اديني مره وان اكسبيرينس غير ان هي استغلت الثوره عشان تتكلم كلام غير حقيقي.
طيب القلق اللي عندها دكتور زاهي، القلق اللي عندها انه احنا هنحتفل في 2022. يا هانم يا شفكي هانم، طيب الاحتفال ده في 4 نوفمبر 2022 يعني قدامنا 5 سنين. لما انت تبعت المعرض ده ويرجع مع المئويه والعالم كله يحتفل بالمئويه اللي مبعوث، يا استاذه شفكي انا شفت الصور، كلمت الدكتور خالد العناني بعت لي الصور النهارده، الصور كلها قطع مكرر منها كتير جدا في المنطقه. ما فيش حاجه، الجارديان اللي هو التمثال الوحيد الكويس اللي اتحط عشان يجيب للبلد المدينه الواحده $5 مليون، لكن في بقى 10% من البوك ستور، في بعد 400 واحد $2، بعد 800,000 $4، هتصل في النهايه الى $12 مليون. انت محتاجه فلوس عشان ترمم الاثار، محتاجه فلوس عشان تنهضم الاثار. انا بقول الكلام ده، انا راجل مسكت الاثار امين عام 10 سنين، وزير اقل من سنه، لكن عايز اقوله لك اللي بيبعت معرض ده راجل محترم. المعارضه بقى دي كلها كل واحد عندك عنده غرض شخص مش حبا في الاثار. انا الاثار دي حياتي، لو شايف المعرض ده هيسيء لبلدنا كنت انا اكتر واحد يقف هذا. طب هل كان المفروض دكتور زاهي، علشان برضو خلينا نقول ربما الناس برضو عندهم نفس الخوف والقلق والشأن الوطني والخوف على أثرنا، ان يكون في بيان او بيان، في معلومات اكثر، في ارقام اكثر، علشان ما يبقاش في اي نوع من انواع الجدل او القلق؟ النهارده اعتقد انا قريت ان رئيس قطاع المتاحف بعت البيان كويس جدا، بين للناس كله مصر هتكسب، بس مادي مصر هتكسب، سياحه هتعود تاني، مصر هتكسب اعلام، مصر هتكسب رئيس الجمهوريه ممكن يفتتح هذا المعرض مع رئيس الجمهوريه، مصر هترجع قوتها الثقافيه بهذا المعرض. هذا المعرض مهم جدا ان انت في مارس الجاي ده بيفتتح 3 معارض في العالم كله. انا لا املك الا ان اصدق لوزير الاثار لانه عمل الحاجات دي كلها. انا مؤمن بسياسه المعارض، وانا طلعت معارض وجبت لمصر بلايين الدولارات. انا ارجو اللي بيعارض يعرف اهميه المعارض دي. وانا التخوف ايه، ما هي اللي بتقول لك ايه حكايه المئويه دي؟ ده انت عندك 5,398 قطعه، قطعه عنخ امون لما تاخدي منها 135 قطعه تجيب لك 12 مليون في المدينه. وحضرتك بتؤكد انها قطع مكرره. منها في المعرض في توت عنخ امون نفسه منها قطع كتير جدا. انا مستغرب ازاي اللي خد المعرض ده ياخد المعرض ده ويدفع المبالغ دي كلها اللي يجي له في المدينه $12 مليون على ما في قطعه فريدة يعمل بها دعاية. وبعدين المعارض التواجد المصري يا أستاذة، احنا بعد الثورة كان لنا تواجد بسيط جدا، هذا المعرض هيعيد لمصر قوتها الثقافية. بنشكر حضرتك جدا دكتور زاهي حواس والعالم الكبير الأثري على هذه المعلومات.